طموحك الشخصي دلوقتي شغال في جهاز الكابتن طارق العشري، بتفكر في ايه في المستقبل؟ بتفكر تبدا تاخد خطواتك انت الشخصيه امتى؟ بتفكر تاخدها بدايه منين؟ يعني تشتغل في درجه تانية ولا تستني تكبر اكتر مع كابتن العشري تشتغل ممتاز؟ انت راسم لنفسك رسمه عامله ازاي؟ والله يا كابتن كريم، انا كل اللي انا بفكر فيه الفتره دي ان انا افضل اتعلم من الكابتن على قد ما اقدر، واحاول اطور من نفسي واخد الشهادات اللي ناقصاني. يعني انا لسه كنت بتكلم مع الكابتن ان انا في فتره الاجازه عايز اسافر اعمل معايشه مع فرقه كبيره، بحيث ان في اوروبا. في اوروبا طبعا. متارجت حاجه معينه؟ يعني انا نفسي اعمل مع سيميوني. سيميوني اتلتيكو مدريد، هو نفس بشوفه نفس المدرسه بتاع الكابتن. فكنت بكلم مع كابتن ان انا عايز، مش مستعجل على نفسي خالص، عايز الفتره دي ان انا افضل اتعلم في وقت طبعا هنفصل فيه عن الكابتن، بس مش عايز انفصل غير اما اكون فعلا مؤهل ان ساعتها ان انا اكون انفصل. طيب انت 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 من حظك الحلو ان انت اوريدي معاك مع مدرسه كبيره كابتن طارق العشري. انا محظوظ طبعا. محظوظ. بس فكرت مثلا كابتن طارق العشري نفسه في فتره من الفترات كان راح وقعد مع مانويل جوزيه وقعد شاف تدريباته وشاف الشغل اللي بيعمله، هل انت بتفكر مثلا تروح تشوف مدربين في الدوري المصري اجانب مثلا؟ الاسماء اللي بتيجي يعني كان كيروش لما كان موجود مع منتخب مصر، فيريرا، المدربين الكبار كمان، انا بتكلم حتى الاجانب الكبار. مش انا بالنسبه لي ممكن برضه شهادتي تبقى مجروحه، انا الكابتن طارق بالنسبه لي احسن مدرب في مصر، فانا يبقى معايا بشتغل مع احسن مدرب في مصر. فانا بالنسبه لي ان انا اطلع في حته ثانيه بره مصر دي مش هتبقى اضافه ليا. اما اكون انا عايز اضيف لنفسي ممكن اطلع حته بره مصر، لكن جوه مصر قصدي. بس خد بالك هي بتبقى مدارس مختلفه، بس يعني كده اختلف معاه. تختلف صح؟ كنت لسه اقول لك انا كنت هكمل. انا اختلف معاه. انا اختلف معاه ليه؟ لان لما اخد من الكابتن طارق جزء، ياخد من فيريرا جزء، ياخد من فيتوريا لما يشوفه في تدريبات المنتخب جزء، هيبقى عنده خبرات اكتر وتنويع في الافكار. صحيح. التنويع ده مهم جدا جدا ان هو يكون ملم بيه. صحيح. تمام. خروجه للمدارس الاوروبيه ان يروح مثلا لما عاوز يروح في اسبانيا، عاوز يروح ريال مدريد، عاوز يروح برشلونه، عاوز يروح انجلترا مدارس مختلفه، عاوز يروح المانيا، الكلام ده كله طبعا بيزيد من قدراته التدريبيه. صحيح. والافكار بشكل كبير جدا جدا. صح. وبتزيده ثقل. صح. كمان ما تنساش كمان هرجع لك يا احمد تاني، ما تنساش كمان الدراسات. دراسات مهمه جدا. صحيح. ومصر في الفتره الاخيره كانت غايبه عنها، لانس كانت مقفوله عليها بشكل كبير جدا. هو مع السي ومع السي ومنتظر دلوقتي ياخد البي، سواء هياخدها من هنا او ياخدها اوروبيا او ياخدها حاجه اسيويا، كل ديت بالنسبه له، لان ديت الدرجات اللي بتخليه حتى يعمل في كل الانديه. مظبوط. في تقنين تقنين لوضع المدرب بشكل كبير جدا، دي اللي لازم يركز عليها بشكل كويس. طيب احمد كنت عايز تكمل. انا كنت قصدي ان انا بالنسبه للمدربين المصريين، يعني بالنسبه للمدربين المصريين انا بالنسبه لي كابتن طارق المفهوم دي كنت انا حتى وان كان على راي كابتن طارق مفيش ماء، يعني كابتن طارق مدرب كبير وفي اسماء تانية ليها اسلوب اخر في التدريب، فانت ممكن تبص على كله في الاخر تاخد اللي انت عايزه واللي انت تستفيد منه. انا كنت لسه حتى كنت بتكلم مع كابتن طارق ان انا كنت عايز اروح لفريرا مدرب الزمالك، اقعد معاه فتره معيشه. طبعا مدرب كبير جدا، غير هو بروفيسور، هو اصلا بيدرس تدريب، يعني حتى مش بس مدرب. انا احمد سمير في الفرقه بيقول لي ان انا يعني لو عايز اروح لمدرسه اوروبيه مش لازم اسافر، ممكن اروح للراجل ده. فانا كنت في حته المدربين المصريين، انا معايا احسن مدرب في مصر بتعلم منه، لكن انا كنت لسه كنت بتكلم مع كابتن لو في فرصه ان انا اعمل معايشه مع فريرا هتبقى اضافه ليا كبيره جدا. انا ليه قلت لك القصه دي؟ عشان انا عايش من زمان بقى في تفاصيل الكابتن طارق العشري. كابتن طارق العشري كان بيخش راس براس قدام اسم كبير في تاريخ الكره المصريه كمدرب مانويل جوزيه، راس براس في المباريات، يعني كان ممكن ياخد نقاط وممكن يكسب بطولات من مانويل جوزيه اللي كان وقتها بيكتسح البطولات. ورغم كده الراجل قال لا، ما انا ممكن اروح استفيد واسمع كمان منه. انا عايز اقول لحضرتك كابتن كريم بس عشان الناس بتنسى، لو حضرتك ترجع كده لتاريخ الكابتن طارق، كابتن طارق اول واحد دخل 4-4-2 مصر. تمام. اول واحد كان ليه استراتيجيه معينه، يعني انت لو تشوف الفرقه دي من بعيد تعرف ان دي فرقه كابتن طارق العشري. عشان الناس اللي بتتكلم تقول لك ده بيدافع بس بيرص اللعيبه بس، لا يا جماعه، الكلام ده بيحتاج شغل وتدريب وتعب وبيحتاج وقت كبير جدا عقبال ما اللعيبه تحفظه. ممكن يا احمد انا ممكن ندردش فيها مع بعض عشان نغشش الناس وما نقولش للكابتن طارق اللي احنا غششنا الناس. انا بقعد اتفرج على حاجات تكتيكس، انا بحب برضو اقعد اتفرج عالميا يعني، بس بينظموا الدفاع
ازاي اصلا بتعمل ترانزيشن اللعيب للعيب؟ ازاي اصلا المساك دوت في لعيب بيدعمه عشان ما يبقاش واقف لوحده؟ ازاي لعيب النص اللي بيروح مع الباك رايت؟ ازاي عشان تعمل منظومه دفاعيه في موقف كره هجوميه في موقف فتبدا تلم الناس دي كلها فتعمل منظومه دفاعيه؟ فالناس بتتصور ان ده بالصدفه او اللعيبه مترصصه فكلهم بيتلموا على الكوره. لا طبعا مش بالصدفه. انا عايز اقول لك كابتن طارق بيشتغل خططي من التسخين. صحيح. بيشتغل تدريب خططي من التسخين من بدايه التسخين بيشتغل مع اللعيبه خططي. هايل. لكن هو الموضوع بس بيحتاج طبعا وقت شويه قبل ما اللعيبه تحفظ اسلوب الكابتن طارق. اسلوب الكابتن طارق بيحتاج ان اللعيبه كلها بتبقى في منظومه دفاعيه واحده بتتحرك في توقيت واحد، امتى ده يرحل امتى ده يضم، فبيحتاج وقت شويه قبل ما اللعيبه تحفظ. لكن انا عايز اقول لحضرتك يعني لو حضرتك تشوف كل الفرق اللي مسكها الكابتن طارق زي ما قلت لحضرتك لو انت قاعد بتتفرج كده في التلفزيون هتعرف ان دي استراتيجيه الكابتن طارق العاشر. فطبعا الناس لازم تفهم ان ده بيحتاج تعب وشغل كتير جدا من المدير الفني، مش حاجه عشوائيه يعني. صحيح.